قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على ليندا عبد اللطيف ونسألها سؤال حلقتنا: مين المرأة اللي أثرت في حياتها؟ صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي، صباح الخير هدير. صباح الخير يا ليندا، وكل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا هدير، وانت طيب يا شاذلي، كل سنة طيب. وانت طيبة يا هدير. الحقيقة شاذلي مامتي، عشان هي أكتر حد يعني ضحى عشاني على مدار حياتي، وأكتر حد وأكتر شخص دايما بيشجعني وبيدعمني في كل خطوة باخدها في حياتي. تعالوا بقى نشوف تفاصيل النشرة الجوية مع بعض. اتفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة لطقس النهاردة. الطقس هيكون دافي والشبورة مستمرة معانا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 24، وأقل درجة حرارة في سان كاترين 21، وأعلى درجة حرارة في أسوان 32. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، ولكن قبل ما نستعرض الشوارع والزحمة اللي فيها، خلينا نأكد أن الإدارة العامة للمرور بتهيب بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم. هنبتدي جولتنا من القاهرة وتحديداً من منطقة عبد المنعم رياض، وهنبص على الخريطة وهنمشي معاكم في اتجاه الكوبري لمنطقة الإسعاف ورمسيس، واللي بيشهدوا دلوقتي سيولة مرورية، واللي مكمل أعلى الكوبري في اتجاه منطقة غمرة والعباسية والشرابية وحدايا القبة. المنطقة دي بتشهد سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية، وتحديدا كورنيش البحر المتوسط. وزي ما احنا شايفين، المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي ومنطقة الكورنيش بشكل عام فيها سيولة مرورية. عند مكتبة الإسكندرية كمان هناك في سيولة مرورية، وبتفضل السيولة لحد قلعة قايتباي. من الإسكندرية هنروح لمحافظة القليوبية، وهنعرفكم كمان على الطرق الرئيسية اللي بتربط مدينة بنها عاصمة المحافظة بالمراكز والمدن التابعة للمحافظة. بنلاحظ في طريق بنها الرابط بمحافظات وجه بحري زي محافظة الدقهلية والشرقية والغربية إن فيهم سيولة مرورية للقادمين من الطرق دي لبنها. كمان طريق الإسكندرية الزراعي واللي بيربط ما بين مركز طوخ وبنها بيشهدوا سيولة مرورية نسبية. نرجع تاني لمدينة بنها وطريق شبرا بنها الحر الرابط ما بين القاهرة وبنها، واللي تقريبا فيه سيولة مرورية كبيرة. هنروح دلوقتي لأسيوط، وهنبتدي فيها من عند الطريق الدائري في أسيوط، والحالة المرورية فيه بتشهد سيولة مرورية نسبية. ومن الدائري في أسيوط اللي جامعة أسيوط واللي الطريق قدامها دلوقتي بيشهد سيولة مرورية. نروح نشوف كمان طريق كورنيش الثورة اللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية، وقدامه كمان كورنيش أسيوط الشرقي طريقه بيشهد سيولة مرورية برضو. دي كانت فقرتنا المرورية مشاهدينا، وكمان استعرضنا مع حضراتكم فقرتنا الجوية السريعة. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهديرة عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك. شكرا ليك.